هل فعلا ممكن احقق $1000 من قناتي على اليوتيوب؟ استخدم اليوتيوب كمصدر ترافيك واربح من خلال التسويق بالعمولة؟ ده اللي هنناقشه مع بعض بشكل سريع في هذا الفيديو. الاول في خبرين، خبر حلو وخبر وحش. الخبر الحلو ان فيه هدية ان شاء الله مجانية قيمة هتكون موجودة في اخر هذا الفيديو، والخبر الوحش ان الاستراتيجية دي مش هتناسب كل الناس. الاستراتيجية اللي انا هقولها هنا هتناسب الناس اللي بتحب صناعة المحتوى، اما لو انت واحد ما بتحبش صناعة المحتوى فالاستراتيجية دي للأسف مش هتناسبك. الاستراتيجية دي نشتغل بيها كالآتي. اول حاجة هتخيل ان انا راجل مهتم بمجال التخسيس، ده النيتش بتاعي اللي انا حابب اشتغل فيه. بعد ما اخترت النيتش بتاعي هروح لشركة زي شركة امازون، هسجل في امازون اسوشيت اللي هو برنامج التسويق بالعمولة الخاص بشركة امازون، وعن طريق هذا البرنامج هقدر اخد حاجة من امازون اسمها الرابط التسويقي بتاعي. اي حد يضغط على هذا الرابط التسويقي هيتحول الى هذه السلعة اللي انا بسوق لها على موقع امازون، وده هيفيدني لان الناس بتثق جدا في متجر امازون، وهو اعلى نسبة كونفيرجن على مستوى العالم طبقا للاحصائيات العالمية، يعني اعلى نسبة تحويل. بعد كده هروح اسجل على شركة زي كليك بانك، ولو الدولة بتاعتك ما بتدعمش ان انت تسجل في كليك بانك او ما عندكش حساب في كليك بانك فالجيش قالك اتصرف، هتروح تسجل في شركة اخرى بديل ليها زي كليك بيتر، ممكن تسجل في ماكس باونتي او اي شركة اخرى للتسويق بالعمولة. ليه انا اخترت الشركتين دول بالذات اللي انا بدأت بيهم؟ لان شركة امازون تقدر ان انت تسوق ليها يعني بكم هائل جدا من السلع الملموسة، السلع الفيزيكال، وشركة كليك بانك هتلاقي كم كبير جدا من المنتجات اللي تقدر تسوق لها بالعمولة، والمنتجات دي بتكون ديجيتال يعني منتجات رقمية. بعد كده تبدأ تعمل فيديوهات مراجعة للمنتجات، تعمل مراجعة لهذه المنتجات سواء كانت المنتجات الملموسة بتاعت موقع امازون او المنتجات الرقمية بتاعت موقع كليك بانك، وتضع الرابط التسويقي بتاعك اسفل الفيديو. هل في حد يا رامي بيعمل الطريقة دي ولا صعبة؟ لا، ده في ناس كتير جدا وقنوات كتير جدا على اليوتيوب بتعمل نفس الاستراتيجية دي. في قناة اسمها بيتر ميكانيون، اتمنى اكون ان انا قرأت اسمه بشكل صح، ان شاء الله هسيب لك رابط هذه القناة موجود اسفل هذا الفيديو. طيب ايه هي المفاجأة اللي انا حابب اسيبها لك في اخر هذا الفيديو كمان؟ الرابط الموجود اسفل الفيديو هتلاقي تدريب احترافي مجاني بيتكلم عن التسويق بالعمولة بالتفصيل بشكل عملي، ونفس الاستراتيجية تقدر برضو تستخدمها لبيع منتجاتك الشخصية. التدريب ده مجاني لفترة محدودة جدا، رابط الاشتراك في التدريب هتلاقيه موجود اسفل هذا الفيديو، اتمنى تستمتعوا بيه. كان معاكم اخوكم رامي عزت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.